يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لماذا لم يكفر أهل السنة والجماعة الأشاعرة مع أنهم لا يثبتون إلا 7 صفات وينفون الباقي؟ الأشاعرة يثبتون بعض الصفات، يثبتون 7 أو 14 وينفون، يثبتون الصفات العقلية بزعمهم وينفون الصفات الخبرية، لأن النصوص الخبرية لا تفيد اليقين عندهم، وإنما الذي يفيد اليقين هو العقليات بزعمهم. ولم يكفروهم لأنهم متأولة، ومقلدة بعضهم لبعض، نعم، فيدرؤون عنهم التكفير، نعم.